مع كل صبح يجينا نور نشوف منها مانينا والكل واحد مهمة ودور وحلمي يشوفه في عينه صباح الخير هلا هلا كيف أصبحت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف مسيت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أصبحت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف مسيت هلا هلا بالغالي. صبح عليكم بالخير، بدينا معاكم حلقة جديدة من نغم الصباح، موجودين معاكم من الساعة 7 ل9 مثل ما عودناكم، لكن اليوم في عندنا شيء مختلف. احنا موجودين صحيح فريق نغم الصباح من 7 ل9، لكن حاليا احنا مو في استوديو مارينا اف ام، احنا حاليا موجودين في كيدزانيا. تدري شنو الحين؟ وايد حسيت الوضع وايد الحين، عرفت شعورك يوم تقول اودي اليهال كيدزانيا؟ بالضبط، عادي اهدكم واروح العب الحين. ما شاء الله وايد كبير. اي قاعد تقول العالم الافتراضي، حاليا احنا بالعالم الافتراضي، احنا بالعالم اللي كنا نتمنى كلنا ندشه، وكنا نحسد الاطفال يعني بطريقه وايد زينه طبعا ان احنا ندش هذا العالم بدون لا احد يطالعنا بنظرات. فاليوم احنا داشين بروحنا كذي في اي بي يعني باس، وراح نستمتع اكيد في وجودنا داخل كيدزانيا. كون كيدزانيا العالم الجميل اللي قاعد يوفر حق الاطفال مو بس متعه اللعب والمرح وان انت تي عشان تقضي لك يوم جميل، ايضا ممكن تطلع على عده عوالم موجوده في كيدزانيا وتكتشف مواهبك وتكتشف انت شنو تحب. ما تدري، يمكن تصير مذيع نفسنا، يمكن تصير ساعي بريد، يمكن تصير رجل مطافي، وفي وايد من الاماكن داخل كيدزانيا اللي ممكن تفتح حق الاطفال وحق الاهالي موهبة اكتشاف شنو هم ودهم يصيرون في المستقبل. بالضبط، والحلو بكيدزانيا انه لما تروح تودي عيالك انت عندك من الساعة 10 الصبح ل 10 بالليل طول ايام الاسبوع من الاحد للخميس، وعندك يوم الجمعة عندك هم تقدر توديهم من الصبح لليل، يختارون شنو المهن اللي يبونها، شنو الشغلات يبون يسوونها، ويعيشون شنو الاكسبيرينس اللي يبون يصيرونها ممكن لما يكبرون، ويجربون من واحده لواحده من واحده لواحده لين يختارون. تقدرون تدشون على اكاونتهم كيدزانيا في انستغرام وتدخلون على الرابط اللي موجود، وتقدرون تحجزون حتى اونلاين قبل لا تحضرون. تمام، انا اعتقد وجود كيدزانيا والحين ردي يفتح مره ثانيه ابوابه حق الاطفال من بعد القطاع الفتره الطويله، صار في تحمس عند الاهل وعند هم الاطفال ان هم يجون يدشون كيدزانيا ويشوفون شنو عندهم شيء جديد. طبعا في شيء جديد راح نتكلم فيه بعد شوي مو الحين، لكن احنا بالنسبه لنا عبد الرحمن يمكن يعني هذا الاريا مالتك عادي، انت قاعد انا وطلب احس هو مختار كيدزانيا طقتنا البوها انا وياك. هو من تذكر مره بسيد قال لنا عن موضوع المطافي، تناديك اشوف السياره، انا قاعد اسمع اصلا بالباك جراوند براسي الانسايد فويس هذا كيدزانيا ما طافي هذا، انا من شفت هذا قمت اسمع الصوت هذا. يعني انا يعني وايد ودي انطلق اروح منك واروح يمين ويسار، لان صدق هو اللي بيقول لك عالم كيدزانيا، فهو فعلا عالم كيدزانيا. اعتقد انا يعني طلب نحتاج ان انت تقعد تسولف، لان انا ودي اسوي كذي. انا راح اعطيكم تور. لا اي صدق والله لو سمحت عطنا تور هنا يعني. والله صدق الحين بدايه. انت شنو عالمك المفضل في كيدزانيا؟ صدق عادي عبد الرحمن قول. شوف اول ما ادش انا اقول لكم شنو الاكسبيرينس هناك. طبعا شفتوا الداخل البره البوابه كأنك رايح مطار. بغيت اطلع جوازي. اي بالضبط، يعطونك جواز، يعطونك جواز في تلقى من تحجز البوردينج هناك في القطريه تحجز وانت عندك كل شيء، يسوي لك اوراقك، كل واحد له جواز وشنو التيكت مالته، شنو الحجز اللي هو حاجزه، لان في كذا نوعيه حجز ان انت تقدر تحجزها، شنو نوعيه الالعاب يقدرون يلعبونها. بعدين تدخل داخل عاد كل واحد يشوف شنو الجيت مالته، شنو البوابه مالته اللي بيروح يلعبها. نفس لما تكون انت مسافرين انت تدش، طبعا انت عيالك يلا يلا اول ما تدش تصير بروحك، وينكم وينكم يطشون كلهم، كل واحد يروح يدور نفسه. اللي بيروح المطافي هني شوف اول ما تدش هذه سيارة المطافي اللي تفتر تاخذ تور موجودة، وكل الاهالي يلبسون لبس المطافي يدشون داخل، في عندهم هذيل كل واحد عنده لوكر يطلع لبسه ويلبس لبس المطافي وتفتر فيهم سيارة المطافي، واللي يبي يروح اللي يرسم على الاطواف، يروح يكون ساعي بريد، اللي يكون شرطي، اللي يختار شنو المهنة اللي هو يبيها. مثل ما قلنا احنا هم في استوديو مارينا اف ام موجود داخل هم كيدزانيا،
والمطاعم وكل شيء انت تبيه. وفي الجهه الثانيه فيها اللي دائما يكون فيها عروض يسوون فيها حق الاطفال وتختار فوق. طبعا في يقدرون يطبخون حتى طباخ يقدرون يطبخون. هلا والله بالطباخ كل شيء تقدرون تسوونه. انا والله اللي عرفته انه في اكثر من 78 منشاه، يعني اكثر من 78 خلينا نقول محل او مبنى او شركه موجوده داخل كيدزانيا، وهم يتضمن اكثر من 100 نشاط ترفيهي حق الاطفال خلال صحيح. تواجدهم داخل كيدزانيا. فاعتقد انه يكون عندك 78 اختيار بين انت كونك ولي امر وبين انك انت تكون طفل وتقضي فعلا. يعني هو احنا اللي سمعناه ان انت عادي تقعد من الصبح من اول ما يفتح الدنيا لين ما يسكر بالضبط. ما في اي مشكله، ما في اي ما مشكله، ما في ساعه معينه انك تدخل وترد تطلع، ما عندك مشكله تبي تطلع برا تاكل بالأفنيز تطلع تروح تغير جو وترجع هني مره ثانيه تكمل، ما عندك اي مشكله طالما انت حاجز الحد الكامل. انت مطافي تقدمين استقالتك تاكلين ترجعين تصيرين دكتوره ممكن. تخيل بالعالم ما يصير هني يصير كيدزانيا. انزين متى راح نفطر؟ انا احس نفسي ان راح انا مو كذي، انا عندي شغله قاعد الحين وايد عجيب على كثر الحلقات اللي قدمناها. أي؟ على كثر ما طلعنا برا يعني بث خارجي. أي؟ هذا اول مره احس ان انا وايد سعيد. مشكله في طفله داخلي قاعد تناقز ابي اركض يعني انا تلقى طالع كلي ناديني اي وناسه ما في اطفال فانت تقدر تسوي اللي في بالك وما حد نون والججي يعني ما راح تشوف نظرات طفلي طالع يقول لك ترى عود ايش تبي انت ما تقف هنا. فاحنا اليوم وايد مستمتعين احنا موجودين الصبح في كيدزانيا، واكيد راح ناخذ تور وكل واحد فينا راح شوف شنو انا راح يظهر لك تشوف موهبتي اليوم. يعني امنيتي اعرف انه وين وظيفتك. انا ما ادري يعني انا حسبالي ان انا راح اتم مذيعه بس ما تدرون يمكن انا قاعد اشوف هناك ما ادري محل ما ادري ما ادري ما ادري ممكن اروح. اتوقع كلنا راح نروح حسب اروح. اطلقي الطفله اللي بداخلك. اي اي ها بشر شو الجو برا؟ بما ان هو قلنا ان انا مختار كيدزانيا وقاعد اعطيكم تور زين انا شهد صراحه بس عشان لا اتعمق زياده واقول لكم معلومات غلط احنا قلنا نجيب من المصدر صحيح من كيدزانيا. نجيب الاستاذ عبد القدوس الحسني مدير العمليات والتعاون التجاري يكلمنا اكثر ويعطينا تفاصيل عشان لا مثلا تقولون انا قاعد اعطيكم من وجهه نظري كولي امر يعني تعيالي وجرات اي وايد واعرف السؤال لا خلينا ناخذ المعلومه الصجيه. صباح الخير استاذ عبد القدوس. صباح النور اهلا وسهلا فيكم. اول شيء بس حبيت اقول لك احنا من الايتيز احنا بالثلاثينات ولكن الوضع اللي شفته قبل شوي عادي نورمال ان شفتني انا قاعد انتقل من مكان لمكان وقاعد ادور لي وظيفه صراحه بكيدزانيا. عالم عجيب. كان ريتراي اذا حابب تغير يور بروفيشن تشوف حالك وين حابب تروح. مهني الخوف مهني الخوف عبد القدوس. يمكن فعلا احنا واحنا دخلتنا يمكن هذه اول تجربه لنا كون عبد الرحمن يعني ماخذ على المكان وماين عليه يروح ويرجع، لكن احنا اول مره ندخل هذا المكان وانبهرنا. فما بال الاطفال وهم يدخلون هذا العالم اللي هم اطفال صغار وقاعد يشوفون عالم حقيقي كامل. اكيد كل هالتفاصيل مدروسه من قبل كيدزانيا وانتم مهتمين بادق التفاصيل. فاليوم اذا بنتكلم عن كيدزانيا شنو ممكن توصفه فيه؟ كيدزانيا هي مؤسسة ترفيهية ذات طابع تعليمي تأسست سنة 99 عن طريق شخص اسمه خافير لوبيز مكسيكي هو. وبهذيك الفترة هو حب يخلق تجربة جديدة للأطفال شوي يحاول يعطيهم طابع لأنه وين ما يروح يحاول يشوف الأطفال عم يحاولوا يلعبوا مهن أو يكون شرطي أو يكون طبيب. فهم حاول يخلق هذه التجربة وبلشوا هم سنة 99 بالمكسيك بأول مدينة. اليوم تعداد المدن عالميا تقريبا حوالي 30، في شيء تحت التطوير في شيء يعني عم ينجز حاليا. وبالكويت نحن افتتحنا المدينة سنة 2013، هذه واحدة من أجمل المدن اللي موجودة كيدزانيا عالميا. والسبب أنه لما صار الكونستراكشن تبع المدينه كان مجهز تماما مثل المخططات اللي ممتاز. هم حابين يكونوا يساووها. ونحن افتتحنا طبعا بعد دبي واليابان بفتره قريبه وفيها هذه الانشطه اللي حضرتك تكلمتي عنها حوالي طبعا 100 نشاط فيها 70 مؤسسه. الفكره هي انه اليوم نقدر نحن نامن للاطفال تجربه ترفيهيه تعليميه رائده وطبعا باهتمام كبير باجراءات الامن والسلامه، اهتمام كبير بالطابع التربوي اللي هذه التجربه ممكن تقدم لهم اياها وكافه الامور المرتبطه فيها. اليوم كيدزانيا فيها عدد كبير من الموظفين وفي عندنا 24 hours shifts دائما للتجهيز هذه المؤسسه بشكل كامل.
تمام. جميل وايد. يمكن احنا قلنا ان ما شاء الله فاتحين من 2013، عاده لازم يصير في تغييرات يعني، يعني من 2013 احنا ما شاء الله 2022 وصلنا، فهل في شغلات جديده انضافت مؤخرا؟ نحن بشكل سنوي تقريبا عندنا حوالي 3 أو 4 من الرعاة الجداد اللي بيجوا، فبس يجي دائما راعي جديد على كيتزينيا دائما بيكون في عنا نشاط جديد. طبعا كيف بيتم يعني سواء التعاقد او العمل مع الرعاة، دائما اللي بيأثر التأثير الكبير على هذا الشيء هو الترندز اللي موجودة بالماركت. يعني نحن اليوم مثلا بعصر الدليفري، بعصر الاونلاين شوبينج، ففي عنا نشاط جديد عم نجهزه ان شاء الله نفتتحه خلال سنة 2022 اللي هو مرتبط بهذا عالم الدليفري والاونلاين اوردرينج، لحتى نشرح للاطفال الباك اوف هاوس، الباك جراوند، كيف بيتم هذه العمليه لما هو يطلب شيء او اهله بيطلبوا شيء اونلاين، كيف هذا الاوردر بيتجهز، كيف بيجي، كيف الاي تي بيشتغلوا، يعني يكون عندهم فكره عن هذا العالم الجديد، بالاضافه الى الانشطه الموسميه يعني اللي نحن بنساويها. مثل ما انكم شايفين نحن اليوم بهذه الفتره عندنا النشاط تبع العالم الاخضر اللي هو بيكون بشهر 3 و4 يوم الارض، فمنحاول كمان ننبه الاطفال لضروره الريسايكلينج، إعادة التدوير والاهتمام بهذه الأمور. تمام. يعني كون أنا بس تحمست يعني إذا تسمح عادي. أونلاين صح؟ راح تشتغلين هناك؟ أونلاين. لعبتي ولا؟ لاحظت أنا متأكد. لعبتي. بالشوبينج. شوبينج. أنت قلت أونلاين شوبينج أنا طالع روان. صار فيه. أوكي. بالضبط. كون مثل ما تفضلت سعد القدوس إن العالم متغير، فيمكن أنتوا عندكم أمور اللي من أول ما فتح كيتزينيا موجودة، لكن محتاجين إن أنتوا دائما يكون عندكم أبديت في بعض العوالم في أو في بعض خلينا نقول المؤسسات اللي موجودة، وأبرز الشيء اللي موجود الحين الجديد أتوقع العالم الأخضر. وهذا يعتبر هم ترند جديد وثقافة جديدة لازم يعني تتجهون حق الأطفال اللي تثقفونهم في هذا الجانب. والله هذا الموضوع يعني له 3-4 عوامل. أول شيء هو مرتبط بكيتزانيا، هذه أحد الفترات الموسمية اللي كيتزانيا دائما بتنصح أنه يكون موجود لأنهم بيهتموا بهذا الشيء. الموضوع الثاني مرتبط هو بشركة الشاي، لأنه مرتبط جدا بمشاريع السستينابيليتي والاستدامة وإعادة التدوير اللي إحنا عم نحاول كمان ان يكون جزء منها. سابقا باخر سنتين او ثلاثة قبل البانديميك وقبل الكوفيد 19 كان عندنا كتير تعاون كبير مع حتى مؤسسات حكومية بالكويت كوزارة التربية وعدد كبير من المدارس لننجز هذه المشاريع، وعملنا اكثر من معرض لاعادة التدوير بالنسبة للمدارس والاطفال مع الفائزين. فالفكرة كويسة حلوة مهمة لليوم العصر الحديث يعني نحن هذه، فعم نحاول نحن كمان ننور الأطفال يعني بهذا الموضوع. أنا وايد مستمتع صراحة، وخاصة الحين عالم الأخضر هذا يناسب أي عمر بالضبط؟ لأنه أشوف هم يناسبني أنا صراحة. حتى أنا يعني مثل العالم الأخضر بيناسب كافة الأعمار وال العالم. طبعا كافة الأنشطة بكيتزانيا هي من 4 إلى 14 سنة بشكل رئيسي. عندنا بعض الأنشطة اللي هي من 2 إلى 4 سنين. السبب الرئيسي بوجودها هو محاولة كمان مشان إذا شخص اليوم بده يجي مثلا عائلة فيها 3 أو 4 أطفال نقدر نحن يعني نقدر نكون عنا أنشطة موجودة للكل، ما يكون في حدا مظلوم فيهم. في عنا كمان إن شاء الله مشروع كبير تحت التطوير بالنسبة للفئة العمرية اللي هي بين 2 إلى 5 سنين اللي هي البري سكول، نتمنى نقدر نفتتحه على آخر هذه السنة أو أول السنة الجديدة. It's gonna be very انتراكتف، حيكون مشروع جديد ومساحته حلوة. بس بشكل رئيسي كيتزانيا مصممة للفئة العمرية بين 4 إلى 14 سنة. الأطفال بين يعني الفئة العمرية الأكثر زيارة لكيتزانيا هي بين 7 سنين لـ11 سنة، وهم الأكثر استفادة لأنه بهذه المرحلة العمرية الطفل بيزيد عنده الانتراكشن والتواصل مع العالم الخارجي ورغبته بالاستكشاف، وهذا الدور طبعا اللي بيقوموا فيه كل الرعاة وعلى رأسهم مارينا اف ام اللي كانوا معنا من الافتتاح صراحة كمؤسسة رائدة، فنحن بنتشكركم كثير على هذا الموضوع. انتم المشكورين على استضافتكم لنا هالمرة، احنا موجودين عندكم في ضيافتكم في كيتزانيا، مارينا اف ام موجود بالاستديو هنا، لكن هم ودنا نعرف بريف كامل عن شنو الأنشطة اللي ممكن يسوونها الأطفال بشكل عام هنا. الأنشطة منقسمة مثل ما قلنا بالفئات العمرية، مرتبطة تقريبا بكافة المهن الموجودة بالحياة الطبيعية،
وهو الهدف الرئيسي يعني من وجود كيدزانيا. كيدزانيا الفكرة الرئيسية تبعها أنه اليوم نحن نقدر نخلق عالم آمن للأطفال يجربوا فيه هذه المهن. ممكن الطفل يكون عنده مهارات معينة، ممكن يكون عنده رغبات معينة تقدر تتطور مع الوقت. عندنا كل الاندستري سواء من البنوك سواء من التليكومينيكيشن، الحمد لله ميديا، وي هاف مارينا اف ام، مؤسسات رائده. عندنا اليوم يعني للاسف الشديد ما بقدر اقول لكم على موضوع الاونلاين لانه لسه ما عملنا اوفيشال اناونسمنت بالنسبه للاكتيفيتي، بس حيكون قريبا موجود ان شاء الله لفتره الصيف. من فترة كمان بلشنا التعاون، كان عندنا دائما موجود نشاط المطافي، بس الحمد لله الهيئة العامة للإطفاء اللي صار هي اسمها كويت فاير فورس اللي هي القوى العامة للإطفاء كمان بلشوا يعملوا لنا رعاية، وعندنا تعاون كبير معاهم لحتى نقدر. الهدف من النشاط شغلتين، أول شيء الأطفال يتعلموا على الأنشطة، يفهموا كيف المهن بتشتغل، كيف بيشتغل البنك، كيف تشتغل شركة الدليفري، كيف تشتغل المشفى، كيف تشتغل شركة التأمين، كيف بيشتغل السوبر ماركت، كيف تشتغل اليوم مثلا كيف ممكن تحصل أنت على رخصة قيادة، مثلا أنه لازم يكون عندك تأمين، لازم تساوي فحص أونلاين تتعلم، لازم تنجح بال they go through the normal process بأي شيء بالحياة. يعني نحن كل الأنشطة الموجودة عنا هي كوبي مبسط للأنشطة الموجودة بالحياة لحتى نقدر نوصل رسالة صحيحة للأطفال، ما يكون عنا يعني أي يأخذون معاشات على كل وظيفة. أكيد اليوم كيدزانيا الأطفال بياخذوا فيها معاش، يعني نحن عنا الكيدزو اللي هي العملة. هذه أحد التطورات اللي دخلنا فيها كمان خلال فترة الكوفيد 19، من قبل لأنه كان الأطفال يجوا دائما معاهم الكيدزو ويستخدموا هذه العملة، فهن أي مهنة بينجزوا فيها عمل بياخذوا فيها معاش اللي هو بالكيدزو. بالمهن اللي هي بتكون مهن سيرفيس اندستري او مثلا فيها لنفرض متعه معينه او مطعم او ترفيه، هم بيدفعوا فلوس، فكمان هم بيتعلموا انه انت بدك تاخذ المعاش وبدك تصرف فلوس بهذا الموضوع. اتوقع الحين مع التطورات الكيدزو هذه لازم تحول كريبتو كرنسي تكون عمله مشفره وخلاص ويتعاملون فيها الاطفال. الشيء اللي نحن دخلنا فيه بفتره الكوفيد 19 وبالتعاون طبعا مع الجهات المختصه لحتى نقدر نخفف الريسك والخطر بالنسبه للاطفال، غير طبعا عن موضوع انه تخفيض الطاقه الاستيعابيه بالفتره الاولى بعد البانديميك وهذه الامور، وقفنا تداول الكيدزو الورقي وتحولنا لهو لكرت البنك طبعا بالتعاون مع بنك الكويت الوطني اللي هو واحد من الرعاة الرئيسيين كمان عنا بالمؤسسة بجانبكم. وصارت كافة هذه الأعمال سواء تاخذ الراتب أو بدك تدفع شيء بكيدزانيا تنجز عن طريق التاب ان باي، فأنت العملية إلكترونية بالكامل. حلو، أنا ما كان هذا سؤالي المهم إنه في معاش، منو اكثر واحد يدفع عيني؟ هقول لك كيف الطريقه بتكون. نحن هون عندنا بعض الانشطه اللي بتتم رعايتها عن طريق مؤسسات تعليميه. حلو. فاليوم انت اذا بتروح بتساوي هذا النشاط، طبعا هذا النشاط مش مجاني، الطفل لازم يدفع فلوس لحتى يدخل على هذا النشاط التعليمي. بيعلموه بعض الامور كيف هو يتحرك بالمدينه، كيف يساوي الانشطه، كيف الهادي. هلا اذا معك شهاده من هذه المؤسسه التعليميه فانت بتاخذ فلوس بالعمل اكثر من الطفل اللي ما عنده هذه الشهاده من المؤسسه التعليميه، محاوله منا يعني لايصال رساله للاطفال انه التعليم مهم، تطوير النفس مهم. فهذه شنو اكثر الاماكن اللي الاطفال تشوفهم انهم حابينها ودائما يبون يجربونها ويعيشون التجربه الحقيقيه فيها؟ والله هذا سؤال جدا مهم بكيدزانيا ودائما نحن بنساله وبننسال عليه وكيدزانيا بيهتموا فيه بشكل كبير، بس الواقع انه الانسان مع كل التغيرات اللي عم يمر فيها بالبانديميك وهذه الامور الانشطه الاساسيه اللي بيحبها الانسان ما بتتغير. يعني بشكل رئيسي المطافي رقم واحد، everybody wants to be a fire. مي تو. شوفي حتى زميلكم ما هقيتك والله مطافي. مطافي ولا كاش سياره بس انا في اماكن ثانيه اشوفك فيها من الكرتون اتوقع من يوم احنا صغار. صح. عندك المطافي، المشفى طبعا واحد من الانشطه اللي فيري بوبولار، الفلايت سيموليتر اللي هو الطيار اللي كمان هلا عم يمر بفتره تطويريه كبيره، نحن عم نحاول نطوره ونجيب فلايت سيموليتر جديد فيه.
من الأنشطة المهمة طبعا السوبر ماركت، الكورير ديليفري، ما بعرف الأطفال كمان بيحبوا كتير، وطبعا بعض الأنشطة الجديدة اللي هي ترندي. يعني اليوم مثلا نحن طورنا نشاط جديد مع واحدة من الشركات المهمة بعالم التليكومنيكيشن أريدو، قدرنا نخلق معهم، عم نعلم الأطفال كيف بيشتغل الـ 5G، السمارت سيتيز، سمارت هاوس، كيف طريقة البرودكاست، الواي فاي اللي بيستخدمه كيف بيصل لعنده، يعني شو الطريقة. فكمان هدول بيكونوا بوبولار، بالإضافة للأنشطة الموسمية. يعني نحن اليوم عنا العالم الأخضر، بخلال فترة الصيف هيكون عنا الكونستركشن وعم نجهز له يعني حاليا بشكل كبير، وعلى آخر السنة اللي هو ما بدي أقول فروزن، بس اللي هو حيكون العالم الشتوي اللي حيكون في عنا فروزن روم، حيكون في عنا آيس سكيتينج. فهذه الأنشطة اللي نحن منحاول دائما نأمن هذه التجربة، بحيث الطفل إذا أجا مرتين أو ثلاثة بالسنة يحس إنه في شيء نشاط جديد بالمؤسسة. هذا الطفل زين، الأهل لما يجون شنو ممكن يسوون؟ والله كمان سؤال مهم. اليوم هذه واحدة من التشالنجز اللي موجودة بشكل عام بكيدزينيا. السبب الرئيسي اليوم حضرتك بتجي مثلا مع 3 أو 4 أطفال، طبعا الفترة اللي حضرتك إذا بتجي لعنا يعني من 3 إلى 5 ساعات، يعني تقريبا هي شوي عبارة عن عقاب صغير حقولوا يا الأمور لي أولياء الأمور. بس على كل حال نحن هذا الموضوع بنعرفه وبنحاول دائما نهتم فيه. يعني عنا البيرنتس لاونج، هي منطقة مطرح مع الأهل بيقدروا يرتاحوا فيها، شوي معزولة على فكرة عن الصوت، يعني فيها موفي سكرين بعض الأفلام وهيك. قبل فترة الكوفيد 19 كنا عم نحاول نخلق بعض الأنشطة اللي هي يكون الطفل يقدر يساوي النشاط مع الأهل. حلو. طبعا بسبب الظروف اللي مرينا فيها وإعادة الافتتاح والعودة التدريجية للحياة، يعني والتعاون مع وزارة الصحة والبلدية، ما قدرنا نرجع هذا النشاط. بس كنا بهاي الفترة عم نحاول نخفض عوامل الخطر بالنسبة للأطفال داخل المؤسسة. بس إن شاء الله خلال هاي السنة بالصيف أو بالربع الأخير من السنة حنحاول نرجع هاي النشاط، بحيث الأطفال يقدروا يرجعوا يعني يعملوا بعض الأنشطة مع أهاليهم. كمان الأهالي يكونوا شوي involved ويكون عندهم هذه الأمور. بعيد الأم كنا عاملين حتى الأطفال قدروا يعزموا أمهاتهم يعني مجانا لكيدزانيا، وحتى الله. هديناهم بالون we are trying to involve the parents، لأنه بنعرف أنه في شوي هذه الصعوبة بالنسبة للأهل. أنا الحين كل تفكيري طول الوقت أنه يمكن أأجر عيال عبد الرحمن، ان عشان ادخل يعني شيء معي طفل، لان اكيد بدخل بروحي كذي ومشكوك بامري. ممنوع تدخلي بروحك، احنا ممنوع يدخل عنا اي ادولت بدون اطفال. ايوب ما انا ايوب تيم ايوب فوريفر، انا معروفه يعني فهدت ويمشي ما يخال، بس مو مخيط ضبطني. شفت هذا اول اللي دخلنا وياكم كويس، تدفع سعر البطاقه على اساس. انزين، من الامور يمكن ذكرت اكثر من مره، واعتقد الاهالي كلهم يبون يردون يسمعون الموضوع بتفاصيل اكثر، هو ان الاهل يبون يحافظون على صحه عيالهم داخل كيدزانيا والاشتراطات الصحيه، وانتم اكيد يعني يور بينج اتنشن حق هالموضوع بشكل وايد كبير، وحريصين ان المكان يكون معقم، الكباسيتي تكون بالحدود اللي مسموح فيها. فخلنا ندخل بتفاصيلها اكثر. اذا دخل الطفل من اول ما يدخل من الباب، شنو اجراءاتكم الصحيه اليوم؟ شوي الحياه صراحه يعني عم تتغير بشكل سريع، يعني الاجراءات الموجوده اليوم مش هي الإجراءات اللي نحن مثلاً افتتحنا فيها كيدزانيا، اللي هي كان أول شيء عنا كنترول كتير شديد بالنسبة للطاقة الاستيعابية. يعني كيدزانيا الطاقة الاستيعابية تبعها هي تقريباً 1500 إلى 1700 شخص وحوالي 400 موظف، لأنه المساحة الكلية عنا تقريباً حوالي 8000 متر مربع ما شاء الله. فوقت اللي افتتحنا كيدزانيا بشهر 9، وقت اللي دخلنا بالمرحلة الخامسة وعطوا الموافقة لإعادة الأنشطة الترفيهية طبعا بالاشتراطات الصحية، خفضنا الطاقة الاستيعابية تقريبا لحوالي 400 طفل ماكسيموم. طبعا بعض الأمور المرتبطة بالبراندينج بجلوس مثلا، كان عندنا كتير مناطق ممكن تقعد فيها، خففنا يعني حاولنا نخفف الأماكن اللي بيتجمعوا فيها الأطفال. كنا نوزع هايجين كت عند الدخول، وهذه مثلا واحدة من الأنشطة اللي ساوينا فيها يعني بعض التطورات مع الرعاة تبعنا، اللي هي الماسك الجلوفز. عملنا الأونلاين تاب أند باي بالنسبة للدفع لحتى نخفف السيركوليشن بين الأطفال.
اليوم الانشطه بشكل عام بس تطلعوا وتتمشوا بكيدزانيا او بدكم تلعبوا فيها شوي يو ار موست ويلكم تو دو ذات بما انه ما في اطفال. الطاقه الاستيعابيه للنشاط تقريبا حوالي 4 إلى 6 أشخاص بس بفتره الكوفيد بلشنا باثنين زدناها لثلاثه لحد اليوم نحن تقريبا عم نساوي 60 إلى 70% من الطاقه الاستيعابيه للمؤسسه. اول شيء حفاظا مننا يعني على سلامه يعني الأطفال. سلامه الاطفال سلامه الاهالي للتاكد انه هذه المرحله الريكفري او العوده للحياه الطبيعيه ان شاء الله حتستمر ويكون فيها وترجعون سموثلي استدامه وسموثلي وي غانا جو باك. يعني الخطه تبعنا خلال شهر 8 او 9 ان شاء الله بالباك تو سكول لانه نحن بهذه الفتره كمان ما عم نستقبل الرحلات المدرسيه. كيدزانيا واحده من الوجهات المفضله للرحلات المدرسيه. شوفوا الفرق في الزمن يعني الاطفال الحين يروحون رحله حق كيدزانيا احنا اي اوكي بالكويت الهواء اقول لك انا ثلاثه اماكن كنا نروح مصنع مصنع ومصنع ومصنع لا ومعرض نحن عندنا مصانع فكره. نحن عندنا جوس فاكتوري عندنا مصنع عندنا ووتر فاكتوري عندنا المواشي ميت فاكتوري وعنا مع المطاحن كمان اكثر من نشاط اللي هو واحد من كل المصانع اللي كنت تروحوا عليها جبنا لكم اياها لهون على اساس محتره من الاطفال وايد محتره حزين على طفولتي سعيد حق اطفال الحين لا انا محتره وبحاول اصير سعيد حق الاطفال بس ماني قادره الطفله اللي فيني متازمه انه شلون هذا كله صار. احنا طبعا سعيدين اكيد وهذا الشغل كله وراء اكيد تيم كبير مهتم بادق التفاصيل. يمكن احنا سمعنا قبل شوي معلومه جدا جميله انتم قاعد تحرصون كل شيء قاعد يكون داخل كيدزانيا يكون من ضمن التيم نفسه وقاعد تحاولون ان انت والافكار تي منكم انتم كتيم كيدزانيا. والله هذا الموضوع مرتبط احنا يعني مثل ما قلت لك السورس اوف ايدياز هو موضوعين سواء الترندز ممكن يكونوا يعني لوكالي موجودين بالبلد اللي عم تشتغل فيه كيدزانيا. احنا النشاط الوحيد الموجود بالعالم بكيدزانيا اللي هو فيه تبرعات موجود بس بالكويت اللي هو عندنا النشاط تبع بيت الزكاة نحاول نعلم الأطفال على التبرع وعملنا معهم أكثر من نشاط اللي هم كانوا يتبرعوا بالكيدزوز وحتى بيت الزكاة مشكورين وقتها عملوا منابع مياه شرب بإفريقيا باسم كيدزانيا والكويت. جميل ايه فيعني بنحاول في هذه في هذا الانفلونس. الموضوع السورس الثاني اللي هو كيدزانيا عالميا في عندهم بعض الامور اللي هي ضروري تكون موجوده بالمؤسسه اكيد بس بشكل عام التيم يعني بيحاول جدا يعني كل شيء شايفينه براندنج سواء او انجاز او تلوين هذا كله مساوى. يعني ما كان عندنا اي سب كونتراكتر او اي مؤسسه اجت عملت هذا الشيء حتى الاضاءه حتى كل شيء اللي هي المينتننس تيم تبع كيدزانيا فريق الصيانة اللي بيشتغلوا 24 ساعة لأنه بدهم يشتغلوا وقت اللي بتكون كيدزانيا مسكرة فدائما شغلهم بالليل. هدول يعني جندي المجهول تبعنا نسلم عليهم كلهم لأن نسلم عليهم نسلم على الفريق التقني تبع مارينا اف ام لأنه مارينا ميديا كمان هم جندي المجهول دائما وراء الكاميرا. طبعا 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 احنا وايد سعيدين في وجودك معنا. شكرا وشكرا على المعلومات الجميله اللي اعطيتها لنا ويمكن احنا حق الاهل بعضها يعرفونها وبعضها ما يعرفونها واليوم اكتشفنا عالم كيدزانيا بطريقه مختلفه جدا. ما ادري عبد الرحمن يعني في اشياء انت اليوم اكتشفتها زياده اكيد اكيد يعني كل ما يعني حتى لو كان عندك اكسبيرينس على المكان اكيد في ديتيلز ممكن تصير فيك هذه كذي صارت صح. وهذه عشان كذي صارت وشنو طريقه تفكيرهم والسبب وجودها في هذا المكان. اكيد استفدنا من هذه المعلومات واستمتعنا. شكرا استاذ عبد القدوس الحسن على وجودك معنا وعلى وقتك والمعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا كثير لكم. شكرا لمارينا ميديا شكرا للفريق تبعكم لانكم اجيتوا وساويتوا هذا الانيشيتيف. نحن جدا سعيدين بوجودكم معنا اليوم بوجودكم معنا صراحه تاريخيا من وقت بدايه كيدزانيا وي ابريشيت ذات لانه هذا عمل كثير وشغل حتى تقدروا تطلعوا فمشكورين. اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا بزوار كيدزانيا وبالمستمعين والمشاهدين تبعكم. شكرا لك. ثانك يو فيري ماتش. شكرا كثير. حق اللي وده يزور كيدزانيا ترى من الاحد للخميس من 9 للـ10 ويوم الجمعه من 10 للـ10 الله يعني طول الاسبوع ترى هم مغطين لك هذا الوقت اللي انت ودك تودي عيالك وفعلا يمكن انت تحتاج اكثر من 4 ساعات هذا مينيمم ان انت تقضيها داخل كيدزانيا. فالجو الحين حلو وكذي وعيالكم يستانسون 4-5 ساعات اذا فقدتوني بعد شوي
بعد الفاصل. يا ويلك ترى أنا لا أنا حجزت حجز طلب ما أقدر. دوروني. لا 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 أنت مني وأنا مني. حاضر خلينا نشوف نلتقي الحين بعد شوي. عبد الرحمن قدم الحلقة بروحك. أنا بعدين بدوركم آخر شيء كل واحد. أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن وينهم؟ في طفل طويل وفي واحد واحدة صغيرة وينه؟ أنا بالسيارة كيفكم عادي لنجي. الكويت اليوم. أخبار الديرة من كيد زينيا اليوم راح نبتدي مع الصحة. دوام رمضان من 10 الصبح حتى 2:30 الظهر إن شاء الله. حلوين حلوين كم ساعة يعني؟ من 10 الصبح ولا شيء ولا شيء حلوين ولا شي. حلوين ترى دوام رمضان وايد حلو سهالة خفيف ولا شيء بس ما في قهوة ولا تكون متريق ترى قاعد أقول سهالة بس الجو حلو زين 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 زي صح, صح صح أو ليه يمكن نتناصف رمضان وإحنا أمورنا طيبة إن شاء الله. 3 ضوابط أمام الخدمة المدنية ولن يضيع من الموظفين رصيد 2021 بانتهاء السنة المالية. تطمنوا ماكو شيء بيضيع عليكم. حلو. أما الكهرباء تستعد لتشغيل وحدات التشغيل والتحلية قبل الصيف. جميل. وايضا تم اليوم في الكويت التوقيع على اتفاقيه قرض بين هيئه الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصندوق الكويتي للتنميه الاقتصاديه العربيه. يقدم الصندوق بمقتضاها قرض مقداره 35 مليون دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع تطوير منظومه الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكه جنوب العراق. ويهدف المشروع الى تعزيز الشبكات الكهربائيه لدول مجلس التعاون ودوله الكويت على وجه الخصوص وزياده اعتماديتها لضمان استدامه الطاقه الكهربائيه في جميع الاوقات بالاضافه الى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء الشبكة في جمهورية العراق. حلو. روح للجو الحين. لا شوف وايد قمت تمونون على الجو والله. زلين يتناصف رمضان خلاص خذيت إيه راحتكم يعني. إيه شو نسوي بعد أنت يعني يقول لك مو من عاشر القوم. صار منهم. بالضبط. فإحنا. أنا أحس إني خبرة. حتى أنا. وروان من ترى من قالت تذكرين؟ رواق ولا ما تذكرين؟ رواق ما راح انساها طول الصيف كيفكم يعني. رواق يمين يسار لازم يكون موجود. بس ابي كلمه ثانيه. شنو؟ ما ادري صيف يعني مو طوز وهوا تارس. لا ابي كلمه مثل شيء رواق. طوز؟ ايه ثقيله. تبي شيء ثقيل. تبي تحس انه هي يعني لما اقولها مثل ما قلت رواق شيء طق شين. شنو؟ روان تقول شرفك. ابي كذي كلمه. الحين يعطيك يضبطك اسامه بكلمه من هالكلمات. نطلع احوال طقس مع اسامه. جونا اليوم. صباح الخير وسام. يعني كنت زين يا رب. صح صح. حلوة. صيزتني. شوف شوف لك حل مع رواق. ابي اشوف لي حلها. راح وياها على جوها وسام. يعجبني وسام ما عرفت ما يكسر فينا ابد اي سيتويشن يمشي وياك. حسب الانذار المبكر. ريال جاهز الريال لا بكر هو يا جاهز يا بتلاش فينا. صباح الخير يا زلمه. اليوم الكذاني قاعدين هناك. اي والله وناسه كذبين. ولا مره دخلنا وسام تخيل انصدمنا اليوم. عبد الرحمن عادي يعني ما ينعل المكان. انا طلب بوهتنا كذي شنو هذا الحين. عبد الرحمن هو ابوكم الحين. اي انا وصاير ابوهم. وبتلش فينا وهم اللي هلق يراكضون يمين يسار. وسامع ماشي عنهم اول مره يدشون خبره. اسامع المشكله قاعد يسالونه تو قلت زين يقول له اسم عليك كم عيال عندك. فهو قال لهم عندي 5. كان اقول له لا عبد الرحمن يعني 6-7 انا وطلب وياك ويا عيالك. الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه. وضع الويكند شلون والجو؟ الجو بالويكند يعني اليوم خميس متوقع ان شاء الله الجو راح يكون معتدل يعني دافي شوي بالنهار. العظم راح توصل الى 31 مثل ما قال طلوب يعني امس. صيف الله يعني عجبتني هذا صيف الله. وهو شمالي غربي سرعة الطاوح من 10 الى 40 كم في الساعة. متوقع يكون في سحب متفرقة اغلبها تكون سحب عالية والمناطق المكشوفة راح تأثر بالغبار مع النشاط في سرعة الهواء. اليوم طبعا البحر راح يكون معتدل على الموج وارتفاع الامواج بالنهار وايضا بالليل. اليوم راح يكون ما بين 2 إلى 5 اقدام. بالليل راح يستمر نشاط الهواء الشمالي الغربي وراح تتراوح سرعته وتوصل الى 40 كيلومتر في الساعه. وباكر اليوم ان شاء الله الجو راح يكون معتدل. الهواء بالنهار راح يكون شمالي غربي تتراوح سرعته من 10 الى 30 كيلومتر في الساعه. العظمى راح توصل الى 27 والصوره تنخفض الى 14 درجه مئويه. فالجو راح يكون بارد نسبيا بالليل مع استمرار الهواء الشمالي الغربي.
في يوم السبت ايضا الهواء الشمالي غربي الجو راح يكون معتدل العظمى 27 والصورة تنخفض الى 14 درجة مئوية. وفي يوم الاحد العظمى راح توصل الى 26 والصورة تنخفض الى 13 فالجو يكون بالليل بارد نسبيا. والهواء راح يكون شمالي غربي تراوح سرعته من 10 الى 38 كيلومتر في الساعة. فاحنا عندنا اليوم اللي هو درجة الحرارة 31 لكن في الايام القادمة في عطلة نهاية الاسبوع يعني راح يكون في انخفاض بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية يعني راح نوصل إلى 26 مع بداية الأسبوع القادم و 26 درجة مئوية. جميل يا أسامة. أسامة عادي أسألك سؤالي ما سألت الناس الحين. أسامة يلا قول الخميس يا عادي. أسامة دخلت هني كنت زينية قاعد أشوف ولا وظائف يعني عالم يعني قاعد تمشي أنا شيء مبهور. لو اليوم ودك تختار وظيفة هني شنو ودك تروح؟ وين ودك تروح؟ المطافي. مطافي عندهم شو اسمه؟ صدق أنا بعد ما دشيت. لا طايفك وايد. في عندهم هاي السيموليتر. راح انضم لكم. دام الاتصالات ملاحة في السيموليتر مال الطيارة. صح. إيه. وجود إذا من الطيار في طيار يعني طيار شذي ومن الطيار. إيه في. سامع على كثر ما سمعت عن المدينة هذه. اليوم انا صج مبهور وتحسفت على طفولتي اللي الالعاب اللي تفتر يفرونك شفت لها اللي تدور تنزل منها وين الوناسه صداع نصفي حايشك دايخ تطيح هبوط هني عالم ثاني فيها رسائل حلوه اصلا حتى الطفل وهو صغير يدري بالضبط هو ممكن شنو يكون ميوله او شنو الشغلات اللي يحبها بس شيء يفوز اي والله يلا يمدي الحين ما ضاع شيء طلب راح العمر يا أسامة مضى والله مضى الله يحفظك يا أسامة ويكند سعيد وجميلك يا رب إن شاء الله رب يحفظكم وعطلتنا أسبوع سعيدة وروان الموسم الجاي إيه؟ اسمه السبق بعدين السرايات عقب سبق شنو سبق سبق يعني حاولت يعني هو الموسم اللي قبل السرايا اللي يسبق السرايا حلو اوكي اليوم موضوعي شو اسمه اليوم الموسم الجاي سبق برافو عليك سبق اثنين سبق من سبق لبق بالضبط ايوه حبيبي اسامه يوم سعيد لك يا رب ان شاء الله شكرا اسامه شكرا ربي يحفظكم ربي يحفظكم يسلمك ويكند سعيد يبا عبد الرحمن وينك انا كاني عند سياره المطافي وينك انا عند سياره المطافي انا من اولها ضايعه انا كنت اول الترفيهيه بركب سياره المطافي واقدم نغم الصباح روان تعالي بسياره المطافي لازم تجربينها حياك يلا احنا عالم كدينيا فعلا عالم جميل وعالم كبير سلام عليكم احنا تكلمنا وايد عن هالاكسبيرينس صح فلازم تشوفونها بعينكم هذه سيارة المطافي اللي يركبونها ويفترون في كدينيا كله ويغنون الأغنية الشهيرة مفروض انت حفظتيها شنو؟ مطافي صح؟ لا لازم الوزن مطافي كدينيا ايه كذي هذا مرة ثانية عيد قدمت على وظيفة شنو؟ وافقوا خلاص بلوك؟ اقبلوني وين؟ كول سنتر شكلك ايه قالوا حتى النشيد حفظته مطافي كدينيا لا بس اخذي وظيفتي بوقيها بعد بوقيها إيه انا نيشنت على وظايف وايد هني بكدينيا والله شوفوا يعني طول اليوم احنا قاعد نسولف على الاماكن وانتقلنا من مكان لمكان صراحه يعني انا مبهور كل ما اروح مكان هني انبهر والله. يعني اليوم انا صج الحين في مركز الاطفاء صجي جدا صجي صح. لوكرات وعندك السياره ورا وعندك الحياه الجميله هذه انت هني تبتدي ها بويوب هني تبتدي تعبث باللوكرات شوفوا تاخذون هني خل اعطيكم كل واحد يلا اي 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 تفضلوا كل واحد ياخذ برايحته ما يسمونها هذه مو برايحه هذه الخوذه من اولها زين خلي الشعر قدام ايوه لا يلوق عليك لا يلوق عليك عندكم البوت وكل شيء شغل وفي البالطو تلبسونه وفي اللبس الصجي مال المطافي هني وتركبون السياره وتفترون فيها في المكان كله تدري انا شنو عاجبني انهم صج ماخذين الموضوع يعني إيش كثر هو ممكن يكون حقيقي حق الأطفال هو بالضبط يعيشك التجربة يعني مو مجرد هم تعبانين على الديكور لا مثل ما قلت في لوكر بالدش تحط أغراضك باللوكر وتلبس البدلة وسيارة تحرك يعني ما كنت أدري أنا حسب البس كذي منظر لا 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 تفتر في المكان كل حلو والله حلو تهجى يعني أنت مستقبلك كرجل أطفاء نعم تفضلي أي أول ما تشوف الحريجة شنو ممكن تسوي طلب يعني شوفي أول شيء أبتدي أصور
ها يهد الحريج وقاعد يصور. عرفت هذا اللي فجأة تشوف حريجة بعد واحد شيء قاعد يصور سيلفي، عرفتي حاليا في حريجة ولكن وبعدين ياخذون صورتك يسوون this is me this is my life. والله شوف واللي عرفته بعد من كنت زينيا انه مو هم يخلون الاطفال بشكل عشوائي يتمشون ده يعني انت اي منشأة تدشها يكون اوريدي في موظف من كنت زينيا يعلمك بالضبط تفاصيل هذا المكان بالضبط. يعني كأنه انت قاعد تعيش التجربه، عندك اسئله ممكن تسال الموظف وراح يجاوبك، تبي تتعرف اشياء ملموسه وتلمسها وراح يخليك. فالحلو ان الاطفال حتى الاهل وهم مودين عيالهم هم مطمن انه هو راح يستفيد دافع فلوس، انت تدري ان ولدك راح يستانس وراح يلعب وبنفس الوقت راح يطلع من اكثر معلومه ويمكن حتى مهاره وانت ما تدري. بالضبط راح يعلمونهم من يدشون المكان، راح ينظمونهم عشان لا يصير مثلا هواش وطق هنا طبعا، لان الاهل راح يكونون كل واحد يبي يجرب اول طبعاً. ففي تنظيم، في شرح حق الموضوع، في شنو الخطوات اللي لازم يسوونها من يدشون المكان لين يطلعون منه ياخذون الاكسبيرينس كامل ويروحون مهنه ثانيه يتعلمون فيها. انزل انا في شيء واحد بس يعني بعيد عن كل شيء قلناه، يعني بحياتي الصجيه ما تصير فاجئني اني انا جس لا حتى بكت زينة ما تقدر تجيس السقف يعني. هذه امبي حاولت اني ادور لك واسطه تتوظفين لي انا هنا بس ماكو فايده. النظر خدعني لان انا قاعد اطالع اقول مسافه يعني والله لا ما راح انقز. والله قاعد تشوفون بالتلفزيون حاليا الوضع قاعد يصير ولا اروع ويا روان، يعني على الاقل اقدر ادش وممكن يصدقون انا طفله. صح منطقي. انت رايح وايد راح تعلم. انا ترى صدق اليوم وايد سعيد وايد مستانس، يعني انا اليوم حسيت في طفل داخلي صار فيه والله وتحقق بنا. قاعد اشوفها بعيونك الفرحه. لاحظت والله قاعد اشوفها. تركبون سياره المطافي؟ يلا اي يلا راح نركبهم. راح نركبهم سياره المطافي، طلعوا لنا شوي لما نركبهم احنا سياره المطافي إيه؟ يطقون فيها فر هني في هرن سياره المطافي. اي في هرن. يلا النشيد مره ثانيه مطافي كيد زين يا امورش طيبه. اوكي ليش انا بروح اغني عشان بس نتاكد انه ابو ليش ما غنيت؟ كلنا راح نغني. اوكي يلا الحين صبقه صبقه الحين. لا يا هل صباح الشمندر ليش سألوا روان اليوم مو شمندري بس عشان اعطي شمندري يوم الاثنين. بس تني الله ما يخالف اليوم خميس. اليوم يوم خميس يسيع عبد الرحمن خميس معروفه. حاضر فعلك حاضر. احنا حاليا قاعد ناخذكم في تور وجوله في اقسام كيدزينيا، واحنا القسم اللي موجودين عنده اذا عندك ياهل يحب يحوس يفتر من مكان لمكان من مكان لمكان جيت حق المكان الصح جيت حق دي اتش ال تدش عندهم تاخذ الباكج، انت تكون عامل البريد تاخذ الباكج مالك حق تشوف شنو الورقه اللي نراويكم داخل تشوف شنو الباكج هذا المفروض يوصل حق منو الجهه المفروض يوصل لها تاخذ وصل ان انت استلمت الطلب وتروح توصله للجهه. اعطيني انت المسؤوله الحين عيش بس التجربه معي صدق. اوكي لحظه يعطيك العافيه ابي ادز باكج لو سمحتي. لا انت تكون العامل. انا العامل انا ابي ادز الباكج. لا انت تستلم منها متاخر بصمتك كانت مفروض قبل ساعه خاصه. لا اي توهقت اي خاصه ماكو معك اليوم انت العامل تاخذ الباكج هذا وتشوف شنو العنوان مثلا المفروض توصله. شوف شوف بهالورقه مكتوب لك ان عيني عليك بارد عبد الرحمن توصلها مثلا بينتينج سكول. وين بينتينج سكول؟ ما ادري ضايع هني وايد كثير مكان. شغلك انت كعامل تكون عارف العناوين وتروح تدور وين المكان تفتر توصل هناك وتاخذ منهم وصل السلام وترجع هني تعطيهم ان انا وصلت بالمكان الصحيح. زين المطافي ما في شيء قريب يمنا؟ لا تروح تدور هناك البينتينج لازم يعطونك وصل السلام، مو تروح تقطه باي مكان ما راح يعطونك وصل السلام. اعطيني خريطه لحظه بس كافي. شوف في خريطه يعني ممكن حتى هذا يساعد الاطفال لان اكيد الطفل في تجربته الاولى داخل كيدزينيا ما راح يكون داخل كل الاماكن بالضبط. فاعتقد مع الخريطه وخريطتي مقلوبه حلو هذه اول انا تفنشت وانت تفنشتي. بس تدري شنو حلو يعني صج ماخذين الموضوع جد طالع يحطوا لك شنو الاشياء المسموحه شنو الاشياء المو مسموحه انك تشحنها. لحظه دقيقه شوف بينتينج سكول 2 بي اي ثواني رد لكم 2 بي على ما 2 بي بليز اوكي ومعك قهوه بليز اوكي خلينا نشوف ايش كثر طلب راح ياخذ منه وقت وهو رايح يوصل الباكج مال البينتينج سكول. اوكي الحين التجربه هني بالضبط يعني انا ابي اعرف كوني ان انا حتى وانا كبيره ولا مره دشيت اساسا دي اتش ال ولا ادري شلون هم يشتغلون. فاعتقد انه موجود هني البوكسات موجود هني الادراج وهني اتوقع وين تحط انت البوكس او خلينا نقول الشحنه بالضبط تمشي وتطلع وياك ولما يستلمها الكاستمر بالضبط فحلو
فتشوفونهم ماشيين يا شخص بروحه او اذا كان في اكثر من ياهل كل واحد عنده باكج معين زين كل واحد حق جهه مختلفه ويتعاونون ويتساعدون بالخريطه يدلون بعض وين الاماكن المفروض يوصلون لها. انا وايد حبيت الموضوع وحبيت انه فعلا يمكن احنا نفكر بسالفه انه لما تطلب شيء او تدز شيء يتاخر حتى الحين الطفل راح يعرف البروسس كامله شلون تصير على ما يوصل لك شيء اذا طلبت اونلاين. انزين ها ايش كثر كفو كفو وصلت الطلب عشان اثبت لكم ان انا مو غشاش بنتي سكو صوب التقاطع اي حلو اي صوب الدوار هني وورا دي اتش ال يلا تمام كفو صح وصل زين لا كانوا مو مداومين قطع عند الباب ومشى طبعا انزين احنا نعتقد الحين محتاجين ان نشوف الناس مركزه معنا ولا لا وكون احنا موجودين بكتزينيا فكتزينيا هم ما قصروا قالوا بما ان مارينا موجوده ونغم صباح موجودين من الصبح معنا داخل كتزينيا فراح يدلعون حتى مستمعين ومتصلين نغم صباح ومارينا اف ام فدقوا علينا على 22-20-90-4 راح نلعب معاكم لعبه بسيطه وصغيره راح نسالكم كم سؤال واللي جاوب راح يفوز اكيد بتذاكر من كتزينيا حلو خوش جائزه هذه على 22-20-90-4 الحين تدقون علينا وراح تربحون تذاكر تيون انتم يا عيالكم تستانسون تستمتعون في كيد زينيا بس ها مو واحد كبير نفسي انا وطلوا بياخذك الحماس تاخذ التذكره ولا واقف فوزوني نغم الصباح واقف بالكيو شلون لا مو انت خلينا نشوف دلال عيل صباح الخير دلال الو دلال دلال طقت فرب الو صباح الخير مو دلال طالع معك صباح الخير هلا والله كيف حالك طال عمرك الله يسلمك منو معنا ابو فهد معك ونعم ابو فهد ابو فهد كنت قاعد تسمعنا او قاعد تشوفنا واحنا قاعد نسولف عن كيد زينيا اي انزين احنا سولفنا عن اوقات دوام كيد زينيا من متى لمتى ايه من التسع للتسع وايام الجمعه من 10 ل 10 لا اي من 10 10 ليل 10 اي يوم الجمعه صح 10 ل 10 يوم الجمعه ايام الاسبوع انت قلتها اول وحده صح من التسع ليه بس زيد ساعه للعشر يا سلام عليك يا ابو فهد مبروك يا ابو فهد مبروك عليك الجائزه اللي ربحتها من كتزينيا طبعا استلام الجائزه راح يكون من كتزينيا الريسبشن راح تيون وتستلمون جوائز شنو الجائزه تذكرتين من كتزينيا حلو يا راح يتواصلون معك يا ابو فهد ويعطونك الباقي التفاصيل شلون تستلم الجائزه راح تستلمونها من هني من ريسبشن كتزينيا نذكركم على رقمنا 22-20-90-4 اليوم احنا متواجدين في كتزينيا تقدر تدق الحين وتشارك باسئلتنا كلها اظن اليوم اللي المفروض تستفيدون من عيالكم لان كل الاجوبه صح. عندهم ايه. انتم ما راح تقدرون تجاوبون عيالكم وين عيالكم الحين سالوهم الاسئله هذه وتفوزون معنا ان شاء الله تذكرتين لكتزينيا وتعيشون التجربه الجميله اللي انا حاليا بهالعمر قاعد اعيشه ومستانس والله مو كثري انا يلا منو معنا الو 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 صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام صباح النور منو معكم فرح اهلا يا فرح فرح انت كبيره ولا صغيره لا انا كبيره عشان فرح يعني ويانا عم لا تستحينا كلنا عايشين الوضع فرح راح اسالك سؤال يخص كتزينيا اوكي اوكي كم فرع كتزينيا موجود بالكويت واحد ايوه عليك تشاكم 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 برافو عليك ربحتي الجائزه من كتزينيا حياك الله تذكرتين من كتزينيا الاستلام في كتزينيا ريسبشن احس الحين بالشارع قاعد تصير في مشاكل اسريه وعائليه دق تليفون يما بشارك في جد مو كلكم ما ابي اروح اوديكم يلا خلينا نربح مستمرين معاكم على رقمنا 22-20-90-4 عندنا مجموعه من الاسئله عن كتزينيا دق وشارك يمكن تكون انت الرابح تودي عيالك بالويكند اي هذا المكان المفروض ان الواحد يروح فيه ويقضي فيه بالويكند ونقول الو صباح الخير صباح النور هلا هلا من معي هذا صح انا اسمي بشاير العنزي والنعم بشوره شلونك زين الحمد لله بشايرتي انت كتزينيا وايد ايه اكثر مكان تحبينه بكتزينيا وين مطافي وين دكتور دكتور الله عليك يا رب تصيرين دكتور بس عاد بشاير مره ثانيه تعالي مارينا ها عندنا استديو مارينا مري عليه ان شاء الله اوكي بشوره الحين عندي سؤال وايد سهل حلو كتزينيا مسوين كورنر جديد مكان جديد كذي اسم العالم ال اخضر اي لون
عالم ال ها احمر بعد غير اللون عالم ال شيء عن الزهر شيء برافو برافو مبروك مبروك تستاهلين يا بشوره تستاهلين عليك بالف عافيه تين الحين كنت زينيه انت وتشوفين العالم الاخضر الجميل هذا وتكتشفينه بروحك بعدين تالي تسولفين عنه يلا ناخذ معنا الحين اخر اتصال قبل لا نعيش بعد التجربه في مكان اخر في كيدزانيا الو الو صباح الخير صباح الورد صباح الخير هلا والله يعافيك منو معي روان معي روان سميتك الله هلا والله روان شلونك روان ودي افوزك بدون سؤال عادي. على كيفك شوف السؤال بس يا روان شوف السؤال كنت زينة وين في؟ بالأفينيو يا سلام عليك والله سؤالك صعب والله سؤال أنا كنت محتار اشتهت وايد بالسؤال وحاولت أني أكون في مصداقية وأنا ما سألتيها مبروك مبروك يا روان ربحتي معانا تذكرتين من كنت زينة طبعا رد نذكر مرة ثانية اللي بيستلم التذكرتين لازم يجي عند هزار عند لا ما تبين حرام لأنه هزار صديقتنا تيون كيدزانيا عند الريسبشن تستلمون تذاكركم واحنا نبي اذا لازم اشوف صدق طريقك اللي راح توصل راح اوريكم بس قبل شوي خوش سالفة صارت مو طلعنا بكوابيس المطافي ايه نسيتوهم لا في الموظف المطافي قال لو سمحت لا لازم يرجع مكانه قلت لي بروح دي اتش ال يقول لي اذا رحت هناك احتمال دي اتش ال يدزهم مره ثانيه حبيت الافتراضي الصدق بالضبط لا وانت شوف انا وياه طالعين في واحد قاعد يلحقنا واحنا ايش فيه عادي نفس لما تروح سكيتنج ولا بولينج والناس يتكرمون الجوتي ورايح فيه كل مره نسوي هالحركه بالضبط الحين وين نروح اعتقد لازم نروح العالم الاخضر يلا لان لازم نشوفه كون المكان الجديد اللي راح يستقبلون فيه كيدزانيا الاطفال فانا وايد اشجع اي شيء له علاقه في البيئه بس خلي الابو قدام الابو دائما انتوا قررتوا تبون تروحون العالم الاخضر الابو يقرره يقول يلا العالم الاخضر روح يدور يشوف شيء ثاني بس الفلوس عندك لان نبي تذاكر اي عندي عندي هي مره واحده تدفع برا وخلاص يلا اليوم الخميس ومعاكم عبد الرحمن الخميس يا هلا يا هلا يا هلا انا معاكم وبضلبه وروان حاليا احنا انتقلنا حق واحد من اقسام العالم الاخضر انا بشوف الحبيبه شنو عندها هني قاعد تلعب يقول لك روان قررت الحين انها تتعلم كيفيه الحفاظ على الانهار والمحيطات انا قاعد اشوف اللعبه جدا جميله واحده من الانشطه الجميله في كيدزانيا ان رساله جدا حلوه اصلا جميله ان الاطفال ممكن يجربون تجربه انها على قولتهم ان يشوفون كيفيه تنظيف الانهار والبحار من البلاستيك لان هذا فعلا شيء مضر يمكن ناس وايد سووا حملات اعلانيه وشكل وايد كبير ولكن يمكن الصوره مو واضحه ولكن كيدزانيا طريقه لعبه جدا بسيطه تخلي الواحد يفهم هذا المنظور وهذا المفهوم وهذه العمليه روان بدات تلعب هاللعبه هذه احنا هني ردينا اطفال من اول جديد مكان لأي مكان ومن اريا لاريا يمكن انتقلنا من اكثر من منطقه بشري من صجها ترى اي من صجها حيل من صجها ها برافو برافو روان قامت تفوز قاعد تنظفين قاعد تنظفين الماي من الاشياء اللي طايحه داخل معدنيه عشان لا تدمر البيئه والبلاستيكيه اللي مقطوطه داخل الماي حلو تقي حلو برافو روان برافو اللي قاعد يشوف روان حاليا قاعد تبدع ها ثلاث كرات أربعة خمسة برافو روان راح انا اشوف البحار والمحيطات الخير جدا جدا الخير اوكي نشوف صدق لا ما زلت ابي افوز الناس هم بعد تبي تفوز اي احس يستاهلون الخميس هذا لازم كذي احنا نسويها فرفشي يوم من نوعه يلا خلنا ناخذ عيال اتصالات على 22 20 90 4 خلنا نشوف منو بعد راح يكون معنا من الفايزين في تذاكر دخول لكيدزانيا أسئلتنا وايد كلها عبارة عن أماكن ومناطق بكيدزانيا فاليوم استفيدوا من عيالكم خلوهم يمكم وخلوهم هم يجاوبون لأن أتوقع المكان هذا أحسن مكان هم حافظينه أكثر منكم مليون مرة عندهم معلومات وايد تبي أجرب أسألك يلا أسألك تخوفني شنو وين المنطقة إيه اللي إيه تحس إن إذا عيالك دخلوها بتبارك الرحمن ما بعدها خلاص يضيعون منطقة إذا دخلوها يضيعون والله كل الملامين يدشون كيدزانيا يضيعون أي والله كل مكان. بس ممكن في مكان أنا قبل شوي كنت قاعد أسولف لكم عنه هناك صوب البنيان واللي يصبغون الأطواف لما يكون عندهم هواية إنه يبون يلونون ولا يبون على الأطواف وكذي هني تطلق لهم العنان يعطونهم الصبغ ويصبغون الأطواف
هلا والله هذا فهني تخليهم وتنساهم. خوش مكان هذا. بعد شوي لازم تسمحت تاخذني هناك. حاضر الحين اوديك. فخلينا نشوف منو معانا حاليا. الو صباح الخير يعطيكم العافيه. صباح النور يا هلا ومرحبا. محمد معك. ونعم محمد. الله يسلمك يا محمد. احنا ذكرنا وايد اماكن ومناطق لعب في موجوده داخل كيدزانيا، ممكن تعطينا ثلاثه؟ هلا في العالم الاخضر اللي هو الجديد. حلو هذا العالم الاخضر. وفي مركز الاطفاء. اوكي هذا اثنين. والطبيب. وشنو؟ الطبيب هو المفضل عند بنتي. الطبيب الدكتور. برافو برافو. مستشفى موجود هم داخل كيدزانيا. مبروك ربحت معنا يا محمد تذكرتين دخول لكيدزانيا. محمد نفسنا ترى اللي يجيب اليهال بس هو مستانس اكثر منهم. عارف الشعور هذا. والله الاجواء جدا. برافو برافو روان. برافو نظفت المحيطات والبحار. بشري ها الامور طيبه. البحر بامان مدام انا موجوده. نظفتكم كل شيء، كل بلاستيك شلته، كل الكوينز شلتهم، كل طول الماء خلاص الموضوع سيف. تبي تجرب الطب؟ لا انا لا لا تفضل. هني على اعطوني جائزه. شنو؟ اي انا هني المرزوق حابه اشارك وياكم. المكرمه معنا تاخذ اتصال وتفوزين الناس انت. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. نرحب فيكم من داخل كيدزانيا. من معاي؟ معك اسماء. اهلا يا اسماء. جاهزه حق السؤال؟ ويعطيك العافيه على المساهمه في تنظيف البيئه. انا موجوده حق خدمتكم والله بس عشان تستانسون. شوفي الله يعطيك العافيه. ما شفتينا قبل شوي واحنا بدي اسال وبنكمل وي بتشوفين مهارات. اسماء ما شاء الله متعددي المهارات. اي الحمد لله. ولا اروع ولا اروع. انا الحين حسيت بامان. اسماء سؤالك وايد سهل. لوجو كيدزانيا عباره عن مجموعه من الالوان، شنو الوان اللوجو؟ الاحمر والاصفر والابيض. الاحمر صح. الاصفر او البرتقالي شغله صح كبير. يعني اصفر على برتقالي صاير. اي برتقالي هو بعد الفيلين. اي 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 صح صح. انا قاعد امشي معاك حيل صح. اي نفس لون الشمس. نفس لون الشمس. شنو لون الشمس؟ الصبح ولا الظهر ولا المغرب؟ يعتمد. لا لا مو المغرب. لا 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 بالنص. الضحى الضحى. اسمع ما نشغل فيهم هم محتارين عشان انت مدحتيني وشجعتيني فقاعد يحاولون يربكونك بالاجابه. بس فزتي ويانا يا اسماء. انا واثقه. عليك بالعافيه. عليك بالعافيه اسماء. عاشت اسماء. عاشت. تستاهل تستاهل. برافو برافو. ترى ما زلنا قاعد نوزع ترى. والله برافو عليك. مستحيل. لوك عجيب. البيئه بخير دام من شي وضعك ان شاء الله. البيئه بخير جدا جدا جدا. حاضرين مستمرين معاكم. نبي تتصلون علينا على 22 20 90 4. شاركوا معنا باسئله كيدزانيا يمكن تقدرون انتم اليوم تكون انت الفايز تجيب عيالك هالعالم الجميل الرائع هذا. بدور سؤال صعب. يلا نبي سؤال صعب. ناخذ اخر اتصال قبل ان ننتقل لللوكيشن الثاني. نقول الو. الو 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 الو. يلا نسمع معاك. معاك اسمع. من تسمعينني؟ اي اسمعك. انني اسمعك. من انت؟ انا مريم. اهلا يا مريم. كيف حالك؟ هلا فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. مع ان تدرين يعني المفروض انا اعرف يعني انا وظيفتي بالروضه مع الاطفال كي جي فالمفروض اعرف السؤال بس ما اقدر. اطفال يعني لان انت ما مر عليك اطفال بهالعمر اللي قاعد تحاكينهم الحين. والله ما مروا علي. والله صدق فعلا ما مروا علي. لا ليش تقول شيء؟ يعطيك العافيه حبيبتي. الله يكثر من امثالك. يسلمك. خلاص فوزوها فازت. والله والله مريم من البيئه. اي والله شو والله زيد وزيدوا مدح لان اللي على يميني وعلى يساري وايد محترين. وايد محترين. ما عليك انت نبي منك وايد اصلا. ما عليك. فايزه خلاص. مبروك عليك تذكرتين. الله يبارك يا بعد عمرك. لا لا بس مريم لي اطمن قلبي عشان اتاكد ان انت قلبا وقالبا مع كيدزانيا. حلو. اي والله. هل هو بس موجود بالكويت ولا موجود باماكن ثانيه بالعالم؟ شوف على ما اعتقد فيه كنا. اي لا اعتقادك صحيح 100%. صجين بعد كيدزانيا متوافق من تشكر. لا روان خلاص شكلي بقلب خلاص بصير معاهم. شكرا لك يا مريم. شكرا لك. انا فوزتك بدون سؤال بس هم اللي قالوا لازم. ما هذا يا مريم. ما هذا. الله يحفظك يا مريم واستمتع ان شاء الله بالجائزه. تبين احد من العيال هني يستانسون يفترون
ينظفون البيئه ما شاء الله. نس مروان شكرا لكم. تدرون شنو الحين صار حلو؟ من ساعة يمكن احنا كنا بروحنا كنا مع تيم صغير من كيدزانيا، لكن الحين قاعد نشوف لا ترى المحلات بلشت تبطل وكل واحد قاعد الحين بيستقبل الاطفال، فاحنا واحنا قاعدين نمشي قاعد نشوف حركه قاعد يصير في حركه. بيستقبل منو؟ الاطفال. ايش انت ايش حاجه مستانسه؟ انا وياهم اليوم. قهوتك عليك وناستك علينا. نغم الصباح. بما ان احنا مارينا اف ام مو بس اذاعه، مارينا اف ام تلفزيون كذلك، وكلكم قاعد تشوفونا حاليا بالتلفزيون، ومارينا اف ام حاليا مسويه دوكيومنتري. الله اي دوكيومنتري عن كيدزانيا والمكان اللي احنا موجودين فيه. اي فمتشوقين تشوفونه؟ طبعا انا احب هالعالم الجميل، ابي اعرف معلومات اكثر واشوف شنو طايفني. صار طايفني وايد والله، وايد وايد. وصدق انا قاعد احط ايدي على خدي واسترجع كل ذكريات طفولتي، واكتشفت ان طفولتي مسكينه بس راح اعوضها اليوم. اي والله انا اشوف اي احد بيسالني عن طفولتي بقول لهم العتب كيدزانيا. صحيح صحيح. ليت الزمان يعود يوما لاخبرهم ما فعل كيدزانيا اليوم. عاد اليوم. اي اليوم والله عاد. والله عاد فينا الزمن. خلينا نشوف عيال الدوكيومنتري اللي قلت عنها عبد الحميد. بالضبط اعتقد حتى الناس متشوقه تشوف بالضبط شنو فيه بداخل هالدوكيومنتري. تشوف الدوكيومنتري ولا نكمل احنا داخل اقسام كيدزانيا؟ قاعدين نعيشها داخل كيدزانيا. اعتقد انا وطلب سعيدين سعاده ما بعدها سعاده. عبد الرحمن راح يعيش اليوم ويعيشها باكر مره. انا باكر عيالي حاجزين إيه؟ بيون هني مع اصدقائهم، فانا الحين حاليا البري الصجيه اللي باكر. بس انت توقع تجربتك اليوم مختلفه؟ انا متعود انت دشت كيدزانيا مع مجموعه من الاطفال. لازلت مع مجموعه من الاطفال. لا يعني لا تلومنا عبد الرحمن، فعلا هذا كان العالم بس في احلامنا. صحيح. فاليوم ايش كثر احنا طول ما قاعدين نمشي في كيدزانيا وقاعد نقول ايش كثر الاطفال فعلا هالزمن محظوظين انه هو قادر انه يدش هذا العالم ويفتر ويشوف كل شيء. يعني انا كل ما امر يصير فيني ابي في كذي في يعني مصنع عصير، في مكان حق الدي اتش ال، في وفي وفي، وتدش وتشوف كل التفاصيل، وهذا اللي قاعد يبهرنا احنا ككبار، فما بالكم الاطفال لما يدشون ويشوفون هذه التفاصيل الموجوده. بالضبط. هنا عندنا مركز اعاده تدوير، هنا مصنع عصير، هناك عندنا المطاحن، المواشي، كل شيء يقدرون يسوون الاطفال داخل. عندنا طفل داخل وهو حاليا قاعد يحوس في مصنع العصير ويبي يسوي لنا عصير. صح. وفي عندنا ناس ناطره تبي تربح جوائز وتجيب عيالها. صح صح. إيه على 22 20 94 راح ناخذ اتصالاتهم ونشوف شنو نقدر نفوزهم. اخذي الاتصال عندك. الو صباح الخير. موبايلي عندها زاير. صباح الورد. منو معي؟ معك ام غاليه. هلا ام غاليه، شلونك؟ غاليه وينها اول؟ غاليه بالمدرسه. غاليه بالمدرسه، يعني انت الحين موضوع ويكند غاليه بيدك. تذكرت كيدزانيا حق غاليه بيدك. تذكر الويكند طبعا. يلا مستعده؟ عبد الرحمن راح يسالك سؤال عشان تربحون تذكرتين من كيدزانيا، فشد الحيل ام غاليه. بس حابه اقول اني انا من فريقك، مالي شغل فيهم. لا لا من فريقها اللي بعطيك. قاعد تسمع انا بس يهمني. سمعت سمعت سمعت. الحمد لله. مشكورة مغالية، يعني اشكرك يا غلاتك عندي الحين. دام انك من فريقها. دام انك من فريقها، سؤالك يقول كم عدد انشطة العالم الاخضر؟ خلينا نشوف فريقها ايش بيسوي لك. لا لا لا، خل غنيمة اللي تسأل. خل انشطتك تفيدك الحين وفريقك اللي شو اسمه. كم عدد انشطة العالم الاخضر؟ احد فريق روان راح يفوز. كم انزين خلينا نشوف. وين السؤال؟ اوكي عندك 2 2 اي وبعدين 5 2 ولا 5 ولا 8 2 غلط. لا لا ليش؟ لا غلط. ليش غلط والله. كم 2 ولا وين اسوي زوم؟ 5 ولا 8 8 اي بس خلاص خلص فريقك شايف. لا لا فايزه. شلون فايزه؟ ما جاوبت. لا لا المعلومه غلط. قال نعطي معلومه غلط حق. كم عدد انشطة العالم الاخضر؟ 2 ولا 5 ولا 8 8 برافو. 8 يعني واو واو والله صدق الناس قاعده تعرف المعلومه بدون لا اي احد يساعدها. برافو عليك غاليه، مبروك عليك. ودائما غاليه تعودي ان تاخذين كل التيمات مو تيم واحد. الله يحفظك يا رب. ان شاء الله خليج غلويه وتي تستانس هني. ما زلنا وياكم على 22 20 90 4. اتصل عندنا كم جائزه قبل نهايه البرنامج اليوم. الوضع بكيدزانيا ولا اروع، فممكن تكون انت الفايز. جاهزين ناخذ اتصالاتكم وجاهزين نشوف منو راح يفوز ويانا الحين. الو الو جود مورنينج. جود مورنينج.
انا اعرف الصوت. اي اصدقائنا. اي اصدقائنا. لان اليوم احنا اصدقائنا ما سمعنا صوتهم. شوفوا انا على طول اسمعكم بس امانه اول مره ادق. رحب عليك. ساعه مباركه. ساعه مباركه. يا حظنا يا حظنا. يعطيك برك ما تقصر. نفوزك مع كل نفوزك بعد ما 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 شو نسوي؟ أول مرة أتمنى. لا تجاوبين على السؤال بس. أول مرة أشارك. زين شو يلا أي دقيقة أجاوب إن شاء الله. شوفي السؤال وايد وايد سهل السؤال. ايه؟ يقول لك في يلا. في عالم مملكة العالم الأخضر. ليش ركزت وايد على العالم الأخضر؟ وايد ايه أحبه. موضوعنا العالم الأخضر. وايد وايد أحبه بس وايد سهل وايد وايد سهل. يقول لك من الأنشطة في عالم الأخضر تربية النحل. السؤال هو. شنو ينتج النحل؟ شوف لأنه وأنت مو من فريق روان حل. أكيد الكاكاو. برافو عليك. وايد حبيت السؤال. وايد كان صعب. واو 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 بصراحة. شكرا شكرا ما قصرت. السؤالين عليك ما ألف عافية. الله يعافيك يا رب والله سؤال وايد قوي. سؤال قوي صراحة. أنا خفت حتى أنا كنت قاعدة متوترة على السؤال بس. حسيت ما أدري يعني شنو ممكن يكون مثلا. يمكن في شيء جديد. ناخذ بعد اتصال. ألو. الو اي نقول الو ليش ما نقول الو 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 اهلا اهلا صباح الخير صباح النور هل انت من عشاق كتزينيا والله انا ولدي من عشاق كتزينيا الله يحفظه يا رب الله يحفظه كم عمره الله يحفظه الاسم 9 سنوات 9 سنوات بس اسم حضرتك عفوا اسمي محمود بويود والنعم زين والنعم حال العمر المناسب للأطفال اللي يدخلون كيدزينيا من كم لكم؟ من تقريبا من 4 إلى 14 من 14 صحيحة لكن هم البداية كم؟ من 4 سنوات لا انزل شوية من 3 من سن انزل شوي من سنتين من سنتين ل 14 سنة كيدزينيا مناسب للأطفال في هذه المرحلة من سنتين إلى 14 سنة مبروك ربحت معنا تذكرتين دخول لكيدزينيا برافو برافو حق كل اللي رابحين بعد آخر اتصال عندنا يلا آخر اتصال المفروض كذي إحنا خلصنا كل التذاكر اللي عطونا إياهم كيدزينيا أنا ودي أنا أشارك الحين يصير أروح أدق مرة ثانية ما يصير رح ناخذ تذاكر الحين رح نلعب إيه قبل يدشون الأطفال كلهم رح يشوفون إحنا قاعد نركض بآخر اتصال بآخر جائزة بكيدزينيا اليوم إحنا متواجدين في هذا المكان الجميل رائع ونقول ألو صباح الخير ألو صباح الخير يا هلا يا هلا من معاي معك فهد والنعم يا هلا فيك يا فهد شلونك بحالك تمام الحمد لله. فتبي سؤال صعب ولا تبي سؤال سهل؟ لا والله سهل انا ماني بكيدزانيا بس كنت اودي اخواني الصغار الله يحفظهم شوف اليوم لعبتك انك تفوز توديهم يلا بخلي عيال اختي بيروحون الله يحفظهم اليوم نبي كذي توديهم شيك تكشخ تقول تعال بوديكم مكان ولا اروع ابي تقولي الانشطه بكيدزانيا في مجموعه من الانشطه اليوم تكلمنا عنها سولفنا عنها صورنا ومرينا وتكلمنا شنو الانشطه الموجوده بكيدزانيا اتذكر كنت ادخل معهم المطافي برافو واحد والوجبات السريعه بالمطاعم ما مرينا عليها بس انت تاخذ في وجبات سريعه هني في يسوون اكل يعني حلو مطاعم مكان اللي كله ناخذ منه الخبز شو اسمه المطاحن الله عليك شاطر. بعد واحده عشان يطمئن قلبي انا باخذ الجائزه كذي سهلة والله سهلة طيب خلاص يلا مع السلامة أنا راح أخذ الجائزة لا أنا ما ما صدق أنا من تقول لي كلمة على طول أنا أمشي إيه؟ عليها زي يلا آخر شغلة والله سهل والله بنك يلا قول ما البنكي مثلا الله عليك الله عليك فعلا فعلا مجموعه اشياء روان اخذ الجائزه شنو تبون الجائزه صح تبون لا لا عليك بالف عافيه تستاهل اليوم انت مثل ما وديت عيال اخوك اليوم تودي عيال اختك تستمتع بهذا المكان الجميل فعلا وانا قاعد اسال السؤال قاعد اكتشف كميه الانشطه اللي فيها قاعد نتكلم عن اذاعه مصنع مستشفى مطافي اكاديميه جامعه بنوك يعني فعلا الواحد هني اذا كان الطفل تبي يي مكان يستفيد ويستمتع ويستانس ويغير جو ومنها يستفيد هذا افضل مكان ممكن انك تتودي فيه عيالك صراحه انا وايد استانست انا يعني انا الطفل الصغير اللي فيني اليوم كان سعيد ومستانس وكلش ما هقيت اني ممكن اقول ان هالساعتين مروا كذي لان متاع صدمتني لما قلت احنا اوريدي خلاص الا 10 فقلت له الا 10 شنو صارت الساعه 9 الا 10 يعني خلال هالساعتين اللي احنا قضيناهم داخل كيدزينيا فما بالكم الاطفال كان ممكن فعلا يقضون 4 و5 و6 ساعات داخل هالعالم الجميل ولحد الحين يمكن ما يغطونه كله احنا خلال هالساعتين
استمتعنا وايد. فانا بخلي الاطفال ينطلقون وانا بروح حق اللونج مالت العوائل مالت البيرنتس اي اللي تقعد فيها المعزوله بقعد هناك على ما هم يلعبون ويسانسون اي لا لا روحوا ما راح امنعكم انا شي تطشون وانا اقعد هناك كيفكم عليكم بالعافيه. كانت هذه حلقتنا اليوم وتغطيتنا من كيدزينيا الافنيوز. كنا معاكم فريق نغم الصباح انا عبد الرحمن الخميس وانا روان المرزوق وانا طلوب وهزار وخلف الكواليس في تيم كبير من فريق مارينا. نقول لهم ثانك يو سو ماتش مارينا ميديا على وجودكم معانا وما قصرتوا من الصف يعني قاعد تشيلون كاميرات تركضون ورا الاطفال الكبار فثانك يو سو ماتش. نتمنى لكم ويكند سعيد. سي يو تشاو باي سلام.